السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أنا الشيف عماد أبو صيام. اليوم طبعا حسب طلب المتابعين إن أصدقائنا راح نحاول نعمل لكم طريقة عمل السمنة البلدية في البيت. يعني راح نعمل سمنة بلدية مطبوخة في البيت. طبعا أي نوع سمنة متوفر يفضل أن تكون السمنة سمنة غنم أو بقر بلدي. طبعا هنا في عندنا اليوم مقدار كيلو من الزبدة الحيوانية، يفضل أن تكون زبدة غنم أو بقر. في عندنا مقدار 2 لـ3 عروق من الزعتر الأخضر. في عندنا حبة تفاح مقطعة مكعبات. وفي عندنا مقدار فنجان من السميد الأبيض. وفي عندنا ملعقة من حب الهيل ومقدار نصف ملعقة من كبش القرنفل. وفي عندنا هنا ملعقة من عشبة الحندقوق وملعقتين من بهارات السمنة، وعندنا موزة مقطعة حلقات بالإضافة للملح. طبعا بهارات السمنة البلدية تشترى من عند العطار. الآن بداية يتم نقع البرغل الأبيض بالحليب أو بالماء حسب الرغبة، ينقع بالماء أو بالحليب. الآن تم وضع قالب الزبدة أو كيلو الزبدة في الطنجرة على النار، نلاحظ وضعت على النار وننتظر حتى تذوب تماما. الآن في وعاء آخر نقوم بإضافة عشبة الحندقوق وبهارات السمن البلدية والهيل والقرنفل وأوراق الزعتر الطازج الأخضر، ويضاف الماء إليهم مقدار 2 كاسات ماء. نلاحظ هنا بدأ بقايا الحليب العالقة بالزبدة بالخروج كما نلاحظ. الآن نحاول أن نتخلص من بقايا الحليب العالقة بالزبدة. يجب أن يفصل الحليب العالق بالزبدة أثناء الغلي، نلاحظ يتم التخلص منه تماما. هنا يتم غلي عشبة الحندقوق مع بهارات السمنة وحبات الهيل والقرنفل وعرق الزعتر، تغلى على النار جيدا. الآن نقوم بإضافة التفاح والموز. طبعا يضاف التفاح والموز من أجل تطيب نكهة السمن البلدي. الآن يضاف البرغل المنقوع بالحليب أيضا، يضاف إلى السمن البلدي على النار أثناء الغلي. نلاحظ كيف بدأ مكونات الحليب العالقة بالزبدة بالخروج. الآن نضيف المكونات العشبية المغلية إلى مكونات السمن على النار. طبعا نستمر بالتحريك حتى لا يلتصق البرغل في أسفل الطنجرة، يجب أن يحرك باستمرار، ونتخلص باستمرار من بقايا الحليب العالق أي هي الرغوة أو الزفرة الخارجة، نتخلص منها باستمرار ونحرك باستمرار. نلاحظ نستمر بالتحريك. نلاحظ يتم التخلص من الرغوة أو الزفرة الخارجية اللي هي ما تبقى من حليب في الزبدة، يخرج أثناء الغلي بالتدريج ويتم التخلص منه. طبعا تبقى السمن تطبخ على النار كما نلاحظ حتى نتخلص من بقايا الحليب العالق بالسمن.
نلاحظ بدأ الآن السمن يتشكل، بحيث أصبح لون السمن شفاف كما نلاحظ، بدأ يأخذ لون الشفاف الصافي، طبعا بفعل خروج الحليب من الزبدة بدأ يتكون السمن كما نلاحظ. كلما طبخ أكثر على النار أخذ شفافية أكثر. الآن كما نلاحظ يعني تخلصنا من مخلفات الحليب العالقة بالزبدة تماما. الآن بدأ السمن يطبخ على النار، الآن يرفع السمن على النار كما نلاحظ ويترك حتى يروق تماما. يتم ترويق السمن حتى تترسب جميع المكونات في الأسفل. الآن بعدما تم ترويقه يصفى بمصفى ويوضع في مرطبان. نلاحظ كيف أصبح السمن شفاف. طبعا هذه الطريقة تنطبق على طبخ أي نوع زبدة، زبدة البقر أو الغنم أو أي نوع زبدة متوفرة بالأسواق. الآن تم وضع السمن في المرطبان بعد أن تم تصفيته. الآن يغلق المرطبان ويوضع في مكان بارد وجاف. نلاحظ بعد مرور فترة من الوقت كيف تشكل السمن وأصبح لونه أصفر زاهي كما نلاحظ. طبعا يستخدم في عمل الحلويات وفي معظم الطبخات العربية. وبذلك طبعا نكون قد أنهينا طريقة عمل أو طبخ السمن البلدي في البيت. وإلى اللقاء مع الشيف عماد أبو صيام في طبق آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.